بولاية تلمسان، حيث تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من وضع حد لشبكة تحترف النصب والاحتيال والتزوير واستعمار المزور بمحررات إذارية لعدة هيئات عمومية، على غرار إيهام المتهم الرئيسي لضحاياه بالتوسط لدى جهات رسمية قصد الحصول على سكنات مقابل أموال. العملية مكنت من توقيف شخصين، وهما امرأة في العقد الخامس من عمرها وأخرى في العقد الثالث من عمرها، إضافة إلى حجز محررات إذارية لمؤسسات عمومية أخرى وعدة آلات كانت تستعمل في العملية. ميكروفون أمين مسعود. تمكنت قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة ولاية الشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من وضع حد لشبكة إجرامية كانت تحترف النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور بمحررات إدارية تخص عدة هيئات عمومية، عن طريق قيام المتهم الرئيسي امرأة في عقدها الخامس من الإيقاع بعدة ضحايا كانت توهمهم بالتوسط إليهم لدى جهات إدارية رسمية قصد الحصول على سكنات، إضافة إلى حجز عدة أجهزة إلكترونية كانت تستعمل لذات الغرض، تتمثل في أجهزة إعلام آلي، آلة طابعة وناسخة من الحجم الكبير، وعدة أغراض أخرى لها علاقة بالقضية.